انا حابب ان انا اشكر الحقيقه مستر بيتسو موسيماني، شرفتنا ونورتنا، وانا الحقيقه من دواعي سروري ان انت كنت موجود معانا النهارده. قد ايه انت راجل محترم، قد ايه انت راجل كويس، قد ايه جمهور الاهلي بيحبك، جمهور الاهلي في ظهرك، فبنشكرك على وجودك معانا النهارده وعلى قبولك هذه الدعوه الحقيقه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. فانا بشكرك جدا جدا يا مستر بيتسو، وسعيد جدا بتواجدك معانا. Thank you for inviting me. اشكرك لدعوتك ليا. I'm humbled to be here. وانا حاجه زي كده من التواضع وسعاده لما اكون موجود معاك. انا حاسس ان بيتي ولازم اكون موجود هنا في قناه النادي الاهلي بيتي. خاصه لما الحوار بيكون مع واحد اسطوره زيك. يكون also one of the legends. واحد من اساطير النادي الاهلي معاك كابتن سيد، واحد من اساطير النادي الاهلي. قاعد جنبي اهو كابتن سيد الحفيظ. I saw him there on the TV running there. بشوفه بيجري في التلفزيون وهو بيلعب. شفتك وانت برضه كنت بتلعب وكنت بتجري، كنت باك رايت. So I'm among the legends. انا ما بين الاساطير. انا طبعا بالاعلام التجاريه الكبيره للنادي الاهلي. مش ناس كتير عندهم فرصه يكون موجودين قاعدين القعده اللي قاعدها دلوقتي وسط الناس زي ده. ان شاء الله وان شاء الله اتمنى ان اخد انا احقق انجازات زي اللي حققتوها جيلكم. وزي قبل ما انه جوزيه حققه كمدرب. وطبعا صعب بالنسبه للنادي الاهلي، بس اتمنى نقرب نعمل حتى نسخه من عمل مانو جوزيه والجيل بتاعه. ممكن نقرب من جوزيه من انجازاتكم. انا عارف صعب نوصل لانجازاتكم، بس حاولوا نقرب. ان شاء الله. ترجي هتعمل فيه ايه طيب؟ طبعا اللي متاح ان انت تقوله، لكن اللي مش متاح. I remember الزمالك what you gonna do with them. فايز الزمالك عمل معاهم ايه؟ وعملنا ايه بالوداد؟ يو جوت ذا مسج. وذ تراجي. عملنا ممكن نعمله مع التراجي. والفريق قال ايه؟ جاز بيعمل ماتش كبير. لحظات كبيره. وبيسترسنج مي اند ماي براذر هير. انت كويس هنا موجودين هنا بكلمة. تراين تو دايركت ذا تيم. فيري فيري ديفكولت. تقود المركبه وتبقى اتجاه صحيح صعب جدا جدا. تراجي فيلز the same pressure we feel. نفس الموضوع عملناه زي ما انت قلت بكده، نحاول قدر الامكان نحقق. I know that for the last I think two or three years. من اخر سنتين ثلاثه كان الترجي لعب معانا وحقق مشاكل، عمل مشاكل بالنسبه لنا وحرمنا ان احنا ندفع الكاس. هنشيل الفتره دي من تاريخنا مع الترجي. انا بشكرك جدا يا مستر موسيماني، شرفتني ونورتني وسعيد جدا بوجودك معانا. ان شاء الله نكلمك او تجي لنا مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله في الاحتفال القادم تكون العشر ان شاء الله. ان شاء الله. And thanks for the food. Thanks for the chef. Thank you. اشكرك جدا مستر موسيماني.